ما شاء الله بالصف العباد تاكل تحب كشهاوي نتاع رمضان كل عام كيما كيف كل عام فهمت. البن، الحليب، معدنوس، البريك، الزيتون، الطابونه المطبقه، خبز الصينوج. هذه الحوايج اللي تشوف المواطنين شادين عليها الصف. خارق وزلابيا اكيد هذوكم. الحلويات انا قاعد نشوف فيها بالصف امس في البلاد العربيه بالصف علي. برشا برشا على الاخر على الاخر. الزلابيا والمخارق هذوما اغلب حاجه معناتها فهمت. اغلب حاجه هي الزلابيا والمخارق في رمضان معناتها فهمت. كل العاده نتاع الجدود لازم ثم